هيدا اليوم كثير مهم بالنسبة لنا، هو اليوم يلي قررنا نحن كلنا كشركة كعائلة، عائلة الأبيسي الكبيرة، إنه نعلن بكل وضوح مع ون لبنان بأنه بدنا نبقى بلبنان، وبأنه خيار الوحدة بين ولاده وتوقفه موضوع بيعني لنا، وأنه ما بيفرقنا، ما في شيء مهم كفاية ليفرقنا، وما في شيء مهم كفاية ليبعدنا عن بعضنا. واليوم نتوجه للشباب، لأنه هي هالمبادرة بتتوجه للشباب، لنقول لهم أنه ما في بديل عن العيش معا، وما في بديل عن وحدتنا، وما في حقيقة معادلة رابحة للبنان غير هالمعادلة هيدي، ونحن بدنا نروج للوحدة مع ون لبنان، لأنه هيدي هي مثل ما قلنا المعادلة الرابحة. وبتأمل أنه يكون صوتنا صوت لبنان الواحد، وصورتنا هالصورة يلي بدأت جمعية ون لبنان ترسمها السنة الماضية، هي الصورة الوحيدة يلي بيعرفنا العالم من خلالها، ويلي منريد أن ولادنا يكبروا عليها. تاني أسيس، شفنا النائب روبير فاضل، وأكيد منحييه على دعم جمعية مثل ون لبنان، بس اللي عم بيحضر وعم بيتابع وبشوف تاني أسيس أنه كانت مشاركة بتجمع سياسي صحيح بذكرى الرئيس الحريري ومع كل اللي عطيه للبلد، بس يعني حتى تانية بخانة معينة. روبير فاضل هو نائب 14 أذار، ما بتعتلي هم انه انا عم بقول وان لبنان وبنفس الوقت وجهي موجود عم بشارك بمحلات بعد يمكن يعتبر انه انت طرف. لك اول شيء بدي اشكر نائب روبير فاضل كتير، لانه كتير ايمن بوان لبنان، وهو اصر انه يكون الابيسي تكون هالسنة بارتنر. عم بقول ابيسي مش روبير فاضل كشخصية سياسية. لإلي شرف انه ABC تكون داعمة هيك بروجي، لانه بنعرف انه ABC من المؤسسات اللبنانية الكبيرة اللي نفتخر فيها بلبنان. تجاوبك على سؤالك، انه في ناس بتسألني هالسؤال، بس اللي بيعرفوني بيعرفوا انه انا مشاركتي اول شيء ب 14 شباط هي مشاركة لذكرى شخص صح انه اليوم تبعه تيار سياسي، بس وقت استشهد كتار بكيو الشخصية، لأنه كان شخصية كتار من اللبنانية قدرتها. أنا ما غنيت ب 14 أدار، ما غنيت أغاني للطيار المستقبل، مع أنه هيدا الطيار بحترمه كتير، والشيخ سعد بقدره كتير، وبعرف قد بيقدر موسيقتي وعمالي، بس ب 14 شباط كانت الوقفة، وما كانت أول سنة، يعني هي وقفة لكل الشهداء، كل اللي استشهدوا للبنان بقضية اليوم أكبر منها لسوء الحظ. وقتها طلبوا مني أنه شارك، ما قدرت أقول لا، لأنه حسيت أنه هاي شخصية من الشخصيات بلبنان لازم تنذكر مع الوقت، لأنه في أشخاص كتار عملوا كتير إشارة لبنان، فينا نحبه فينا ما نحبه، بس ما فينا ننكر أنه كان له صبغته بالبلد. حسيت انه وجودي بهيدا النهار كان له انجازات فينا نشوفها، انجازات انا يا ريت ثلاث ارباع الناس اللي بتنتقد او هيدا بتقدر اوريدي بس تعمل انجازات. يعني انا هيدا اللي بقوله، سوري يعني مع احترامي. اول مره بعرف توجهك السياسي ابدا. هيدا ما انتبه لوان لبنان، هيدي خطره. ابدا هيدا مش توجه، لا انا لانه عم بفسر، انا عم بقول لك انا ما عم غني للطيار، عرفت؟ انا عم غني لشخصيه. يعني اليوم بتقول لي غني لجبران خليل جبران، غني انا عم باخده كشخصيه، ما عم باخد الطيار كطيار. مش انا بحياتي لحنت اغاني، وفي كتار بالاول افتكروا انه الافي ماريا والادين هي على طلب الشيخ سعد، لانه سمعوها بمناسبه 14 شباط. لا، هيدي كانت غنيه انا الفتها وهو حبها وطلبها، انه كانت موجوده مثل مثلا جوزيف عنده غنيته لبنان رح يرجع وغنيها بعده مناسبات، استعملت بكثير مناسبات، استعملت بكل والافي ماريا كمان. وانا علاقتي انتبه مع كل السياسيه كثير منيحه، وفيك تعرف انه عندي كثير اصحاب بالتيار ب 8 اذار، وما عندي ولا اي مشكل مع حدا، وهن بيعرفوا يعني لك الناس اللي بتعرفني وبتعرف كيف بفكر وكيف بشتغل، بتعرف كثير منيح انه ما عندي. على كل حال عيب العلاقات الانسانيه تفوت بمسائل سياسيه ومصلحيه. انا بزعل وقت بيسالوني هالسؤال، لانه انا حبيت انك توضحي، لا بعرف انا ما بشكرك على هالسؤال، لانه انا بينسال السؤال دائما، وناس ما بتساله
بتسأل حاله براسه بتسأل السؤال وانه هيدا لا خاصة انه عم بتصروا كثير انه وان لبنان ما له علاقة بالسياسة، وان لبنان هو مسج لجمع اللبنانيين رسالة لجمع. طيب بس انا بدي اسأل هون غسان، اليوم ما فينا نقول انه في وان سوريا ولا وان يمن ولا وان ايجيبت ولا وان اي شيء بالبلاد العربية بهيدا الظرف اللي وين ما كان صار في انقسام، نحن مش بنكون كثير عم نحلم نقول وان لبنان بالمعنى السياسي للدرك العربي المظلم اللي هالقد في انقسامات وين ما كان. ونحن بعد بيقول نحن صدرنا الانقسام، نحن ايديولوجيا الانقسام طلعت من عنا، يعني بعد شوي على سفننا الفينيقيه وديناها. ليك لبنان نموذج ما بيشبه حدا، بفكروا انه هين ينبلع وبيأذي غيره ببين ما بيأذي. لبنان صغير بس بيأذي لما حدا عم بعتبره انا كساس فيجوري. هذا الشيء بتلعبي فيه بتفكري صغير بيأذيك ولما تتركيه بيمتد على غيرك بدون ما تحسي كيف. هذا اسمه العجيبة اللبنانية لوميراك لبناني. كنا عم نحكي هلا ما بيشبه حدا لبنان عجوبة او عجيبة. انا بعد هلا بحياتي يعني الاكسبيرينس عم بعيشها بحياتي التجربه الحياتيه عم بتفرجيني قد ايه نشوف انه استنتج انه لبنان بلد ما بيشبه حدا، ما في كالكول بالعالم بيعملوا ان كانوا بامريكا او بروسيا على اهم كمبيوترات انه اذا بنلقم هيك بلد شو بيطلع اخر شيء بيطلع زيرو. بيجي لبنان عم بعيش بطريقه ما بتفهم الايفولوشن عم بتصير كيف تبعه مثل حياتها بتعمل ايفولوشن. انا بقول لبنان في شيء هو بركه للي بيحب يساعده وهو لعنه للي بيجرب يقمعه. ما هيك في شيء اسمه العجيبه اللبنانيه على انه هون الاديان السماويه كانت كلهم بفتكر مأثر. ولكن في شغله بتضحك وبذات الوقت بشعه وبتضحك ومنيحه انه كل متكلين على العجيبه اللبنانيه، الاشرار متكلين على العجيبه اللبنانيه بلبنان اللبنانيه، والاوادم متكلين على زيت العجيبه. يعني هاي العجيبه قديش بدها تضاين بس هذا اللي عم بيصير انه ايه لبنان مثل ما عم تقولي مثل ما عم نعمل مثل ما عم بيصير هلا وان لبنان اللي هي صعبه كثير تتنفذ. بس حلو الانسان يبلش يحلم من حلم صغير فيك يمكن توصل للحقيقه بالمستقبل. واحد ما لازم يقطع امل بذات الوقت اللي عم بيصير بالشرق الاوسط. انا ما كنت بصدق بحياتي انه عم بيصير كل هذا بالشرق الاوسط وبعدها بنسهر بنروح بنعمل بلانات وبنشتغل. انا ما عم بعرف كيف. بس ذا باد نيوز هون انه الكل يجمع انه هيدا الاستقرار مش صناعه لبنانيه، هيدي مظله خارجيه، وانه ضلوا رايقين يا شباب مش حكمه الطبقه السياسيه ولا شعب. لا 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 مش حكمه. في اجماع انه اليوم ما حدا عايز الساحه اللبنانيه، في ملعب سوري كثير اكبر وعراقي وغيره، خلوهم رايقين. لكن انت فيك تلاقيها مثل ما بدي يوظفها الانسان. بس انه بالنهايه رايقه. بالنهايه منيحه. جوزيف كنت عم تقول شيء؟ انا كنت عم بوافق جدا على اللي عم بقوله استاذ غسان حبيبي. بحب استاذ اخلاقك شكلك معقول. انا جدا جدا بوافق الراي لانه عن جد فعلا كل شيء بيصير وكل شيء الاكزامبل قدامنا. يعني بنشوف شو بيصير بالعالم العربي وهالبلد الصغير اللي على طول كل العالم عاين عليه وكل العالم بدها تجرب تفركش وتجرب تعمل اخره، بيصير عنا اشياء وبيصير عنا اشكالات ومع هيدا وكله لك كيف عايشين ولك شو عم بيصير عنا. بقى صرنا 20 سنه بقولوا على شفير الهاوي صرنا. اي شفير؟ ما في هاوي ما في شفير. انت ارتاح تعرف حالي بقى. وانا مصر بالهاوي وانا مصر وانا صار بدك اياها. ايه وين الهاوي؟ خيي فرجيني اياها بدي اشوف شو بتعمل لي الهاوي اخرتها. يعني انا دحت اصلا ما ايه وين خلصنا ما يكون بالهاوي ومش عارفين. ايه طيب ميشيل فاضل بعرف انه بدك تتركنا ومنك مطول معنا للاسف. عندك كمان كونسرت بواحد وباثنين ايار بدو ون كله ون مسابي. انا مسابي هيك انا مع موسيقية عم بحكي للكونسرت تبعي لوان لبنان. سو دو ون وان لبنان صار العالم رح اخذ لكم 1000 شخص من العشرة تسميه دو ون لبنان. دو ون لبنان هيدا كونسرت بواحد وباثنين دوان عم نحكي ببيروت ببيروت بالبيال على فوضة البيال اكيد على الشمال. كونسرت صغير حط اشارة لانه بعالم بتدخل بين وان لبنان ودوان. في حدا من اربع خمس ايام قال لي اشتريت شينا 10 تيكتات لدوان لبنان. قلت له دوان لبنان لا ما في دوان لبنان. لحظة يعني اللي عم بيصير انت عم تأثر عليهم مش اللي عم بيأثروا عليك. الاثنين احنا متفقين مش قاسمين. يعني بنقول للمشاهدين انه بدكم تشتروا تيكتين وحدة لدوان وحدة وان لبنان. وحدة لبنان حتكون بدوان وكونسرت دوان لبنان. دوان بيطلع لكم وان ارتست ميشيل فاضل يلي هو قد الكل. انا بس بدي اقول شغله قبل ما انسى. بدي اول شيء اقول نحن على طول نحن الوجه بنطلع انه نحن عاملين وان لبنان ونحن عم نشتغل. بس انا في كثير وجوه مخبيين هنا عم يشتغلوا قدنا واكثر. هالمره كنت ما بدي انسى لو تصير بالسياره بقول يا ريت قلت
بدي اقول ميرسي اول شيء اكيد للنايب روبير فادر، لانه ما لو ما منه ما كنا فينا نعمله لبنان، نعمله بس انه عشي صغير كثير مع تعتيرة انه ايه على قدنا يعني سو بدك حدا ابداي معك يقدر يوقفنا على جرينا، لانه عن جد برودكسيون كثير كثير كبيره ما بيقصر قول هو على كل حال لما يكون في شيء بيامن فيه بتفاضل يعني سو مش رح وان فاميلي اوكي. بعدين في بدي اقول للصوت هو شادي سعد والشباب تبعه كلهم، لانه كمان من عواميد وان لبنان. لا وهيتك مش دافع لهم على الباب خصم الشكل من فتح ورائي انا مش انا بدفع هون بتدفع طيب. ونسيب ماضي كمان الاضاءه، وجويل اللي هي مرتي مش لانه مش دعايه، لانه كل هي بتعمل الجرافيكس وكل لانه بتعيط لحظه اذا رحت على البيت ومنك شكل لا كلنا انا مالي رح انا رح كفي عنك لانه بتعرفي الحلو بهذا الكونسير ايه بشكر اربن ارت اللي هنا عم بينظموا هالحفله جوزيان وجوني. الحلو بهالحفله انه السيت اب تبعها ما بتشوفي منه بلبنان، يعني جربنا نعمل شيء عن جد بيشبه الحفلات اللي بتجي من برا. كيف؟ اذا لاحظتي بالاكسريات اللايتنج المسرح كمسرح المسرح كل شيء تاثيرات كل شيء كثير ايه ما بتحس انه منه انه كبير كبير باللايتنج بالافيه الناس بتفوت يعني بتحس حالها يعني انا وتفاجئت الدي في دي لناس برا ما صدقوا انه هذا بلبنان يعني الناس المعودة على الحفلات هون، مش انه عم بقول انه الحفلات هون منا حلوة بالعكس، بس انه انعملت برودكسيون كتير كبيرة، بلش المشوار هديك السنة مع رومان ماتيو وبيت أبشي، هالسنة روبير فاضل يعني حب يسندنا ويكفي معنا المشوار، بس كمان ما لازم انسى كل يلي غير على المسرح، بتعرفي نحن مثل ما قال نحن الوجه والبرودكسيون بس عندك اكثر من 30 متطوع فولنتير، هول اشخاص بتعرفي بجمعيات عاده عندك دائما بتوقي وعندك بس عندك موظفين انه تتمشي جمعيه، انه عندك ناس موظفين، نحن كلهم متطوعين يعني عم بيعطوني 100% من وقتهم، وشباب بالجامعات وبالمدارس بتشوفيهم قاعدين كل النهار. انا لإلي هن سفرة وان لبنان، لانه هن عم بيفرجوا قديش هالجيل مآمن بفكرة وان لبنان، وحسيت انه المسؤولية صارت بعد اكبر علينا، لانه نحن لازم نفرجيهم انه نحن رح نقدر نحقق هذا الحلم. يمكن بيشوفوا حماسك كمان تانيا، بحسوا انه حماسك وسحرك سوا مع بعض بيخلي هالشباب انه يتحمس ويشتغل. وفكرة وان لبنان بعتقد ما في لبنان اليوم وصلوا لمحل انه ما في حل بهيدا البلد الا يكون بلد واحد، نخترع له مصلحه مشتركه لو من تحت الارض لنخلي اللبنانيين يقولوا طيب ما بدنا نحب بعض بس خلينا نقول انه هي مصلحتنا نحسن البلد ونقويه. ما بتصير ايه؟ ولازم تفرجي. انا عم بتطلع بضحك علي بس لا مش عم بتسمع بس والله ما عملت شيء هيك شايفه الساركازم بعيونك. لا لانه عم جرب احلم معك، انا عم بحلم جرب احلم زيت الحلم. لا ما هو الحلم حلو وقتها بتفرجيه يعني بتفرجي شيء كونكري، لانه نحن بلبنان نحلم ونعطي هيك بس نحكي. شو عم بتشوف هون هون بعد جوزيف بدنا نفرجي على شو الكونكري اللي عم بتفرجوا؟ شو هو الواقع اللي الناس فيها تلمسه انتم عم بتفرجوه لما تكونوا واقفين مع بعض على المسرح؟ انه نحن عم نوقف على المسرح مع بعض. بس انتم جوزيف انتم فنانين بالنهايه وعم تعملوا اللي بتقوموا فيها. لحظه انا بلاقي عم تاخذ كل واحد انه بعطي هيدا اليوم وانا بطلع انه بصوره انا وطني وكذا، بالاخر يمكن بيرجع الواحد على بيته بحب فلان وما بحب مش غلط مهم يختلفوا اكزاكتلي اول شيء. بس شو الهدف؟ وشغله ثانيه قلتي شغله قبل شوي، الفن بغير او لاخره. عندنا مثل كبير اليوم بيت الرحباني الكبير بالاغاني عملوا ثورات يعني اثروا بالانفس. هيدا بدي هيدا اللي بدي اقوله، انه الاغاني كمان الفن كفن هو كقيمه بيقدر يغير اراء، بيقدر يغير افكار، بيقدر يغير. بدي اساعدك فيها، بيقول لك كيف انا مثلا ضليتني غني اشياء عن البيئه وعن التغيير، يقولوا لي شو بفيدوا هول الاغاني؟ بقول لهم هودي الاغاني هلا ما بفيدوا وعي. بس بيعملوا باللاوعي مظبوط، بيطبعوا باللاوعي بيعملوا أفكار. بيضلوا موجودين لحتى لما يحين وقت التغيير يعرف حاله الشعب، ما يصير انه انا شو بعمل اجى ذا رايت مومنت بس ما عارف شو بدي اعمل. بيقدر يعرف يستعمل الافكار اللي غزيناه له اياها كذا سنه، يعرف يستعملها بالوقت المناسب. هلا جاوبني على هذا السؤال، رحابنا اللي غنوا لبنان بهالشكل الحلو الرائع، وحتى يعني وديع الصافي، زكي نصيف، صباح، فيروز، ما بدنا نعدد، كبار اجوا ما كانوا ولا نهار لا مذهبيين ولا طائفيين، كل اللبنانيين بحبون كلهم بكيوا عليهم، غنوا لبنان من اجمل ما يكون. اذا بدنا نرجع هيك نستعرض شو نقال فيه ما بقي شيء ما نقال. تجي بتطلع اليوم بتلاقي واحد انه
بده حلمه الفيزا، هدفه يلاقي وظيفة يقدر يكفي يعيش، والزعيم إذا وصلت له حقوقه بنام مبسوط إن شاء الله قدام بيته بعد الجورة وما في كهرباء وما في مي ولا مواطن، وبيروح ليعمل معاملة ما حدا بيطلع فيه بيتشرشح بيتبهدل بيعلق بالسير، حالته كمواطن تعتير، بنفس الوقت حقوق الزعيم ومنزقف طائفيا ومذهبيا، وكل هيدا الحلم اللي انت قلت بنيور رح يبني، وهيدا الوطن. الفن الرائع الوطن. والمسرحيات اللي لحد اليوم انا بقول لك يمكن حفظتهم، بجي بتطلع بقول يا عمي وين فرزون الناس؟ وين ما شفتهم لا بجيناتهم ولا بتبلش له غنيه بكفيها بس ما في معنى لها، ما في عصبيه لبنانيه خلقوها. ليكي اذا الوطن بعده موجود لليوم من وراء هالشغلات اللي صاروا بالتاريخ مع كل الدفوير بالناس، بس في بعد عندك انت اكترية صامتة بتآمن باللي عم انت زعلانة انه مش موجود. انت مثلا ليك شغلة، انت لما تكوني بالطريق على الطريق اذا 20 واحد ماشيين بالسير بالقانون وواحد كان غلطان بتقولي اخت البلد كلهم، بس مش كلهم ده واحد هو نرفزنا، في كتير مسكر راسهم ببيوتهم اوادم، وفي كتير اكترية صامتة بتحب لبنان مثل ما بشوفوا اهلك واهلي، مزبوط بيخافوا الله بيخافوا لبنان، بس كل الناس هيك بلاقي في كتير بس عالم عندها مثل ما حدا عم بيعمل، بس دائما مثل ما بنشوف يعني السعوري هو بيلفت نظر بتفكر انه لبنان صار كله، لا الاكثريه بعدهم اوادم، الاكثريه بعدهم بيخافوا الله، والاكثريه قرفانين من الفن الغلط، والاكثريه قرفانين من السياسيين الغلط، بس ما بيحكوا لانه الاكثريه قرفانين من الفن الغلط. ايه انا مي انا عم عندي تحضر عم تحضر تلفزيونات وشاشات وعم تسمع اغاني وعم بدي جاوبك، كل شيء اسمه ستاتستيك بلبنان ضبي بالغزانه كله غلط، ستاتستيك انه هذا اول برنامج وهذا ثاني برنامج كله معمول، هذا في زبونات له. الاغاني اللي انت اللي بتشوفيهم الهبطه اللي احنا بنقرف منهم كلنا، اوكي هو اللي في عندك 200 الف شخص بلبنان مدوخين الاعلام والعالم بيروحوا عند كل الفنانين بيهبروا هن زيتهم بنفسهم بكل الكونسرات تبعهم، بينما لما يجي المهرجانات بالصيفيه ان كان اكسبيريمنتال جاز او كلاسيكال او اكسبيريمنتال ميوزك او شو ما كان، بتشوف المهرجانات من صور لطرابلس الساحليه والصعود على بعلبك وبيت الدين بتفول حيلا ليله ب 100 دولار تيكت بلا ارجيله وبلا اكل، لكن ان الناس تطوخ الى الجيد، بس اعطيهم شيء تيعبوا لك الساحه، وهذا انا مأمن فيه من وراء السوبر ستار اللي عمله بي بلبنان بالفيوتشر، وغني مع غسان لما انا كنا نرفض انه كل واحد بينفحص نرفض ينفحص من بعد غسان صليبة، غسان صليبة وقبل وقتها وطلعوا كل الشباب الجداد حافظين وباصمين هذا الريبرتوار وبيبين صوتهم بهذا الريبرتوار، وكنا نجيب نحن ساعتها بالستاتستيك برنامج اول بالحضور لانه في فن اصيل، لكن الناس تتوق الى الاصيل، وهذا رح نعمله برحباني تي في لما نفتح نحن التي في تبعنا قريبا. عملت دعايه هلا ماشي الحال؟ لا معلش رحباني تي في لازم الناس تنبسط، اكيد نهرب من الفن الغلط. وانا نحن انتبه انا بقول لك في عندك 3 ملايين قرفان، عندك شي 200 الف مبسوطين رح يكون رحباني تي في اونلاين، مش عم نحكي على شانل تي في اساسي فضائي. عم نحكي فضائي اوكي طيب موسيقى موسيقى. موسيقى لا اكيد ما بشغب على حدا عم شوف لانه مشروع لا فيوتشر ولا ال بي سي ولا ما بشغب على حدا موسيقى بس طيب ميشيل انا بدي اشكرك على وجودك معنا تركنا اصلا لازم كلنا نفل بالوقت ما يعني بدي اشكركم غسان وبدي اشكرك ميشيل مع انه كان على بالي كثير تعلق على قانون السير ريبورتاج رح نشوفه بعد شوي بحس انه انت وقانون السير انا عامل غنية بلا مخ من 10 سنين عن السير الواحد بيسوق بس بصير بلا مخ لما يطلع بالسياره الكليب يمكن بعد ما عم نفسه عم بيكلف بيكون انسان طبيعي شيء انه يحط المفتاح بالكونتاكت او بيختفي مخه بصير بس غريزه كثير بس شفت التيشيرت اللبنانيه اللي هي سيت بيلت هيك بيضاء تما يشوفوا البوليس هيدي اكيد بالعالم كلها منا صايره اختراع لبناني. بس سؤال كلمه بس تعليق على السير، هي المشكله وين؟ المشكله كلنا بنحب القانون بس زعلانين مش انا وبي بقعد بقول له خلك مش كلنا بنحب القانون، انت مش حاسس حالك زعلان؟ هيدا الزعل بقول لك انت بيك بحب القانون اللي بدق عليه بنحب ان احنا تحت القانون نمشي، بس انه مشكله انه ما مامنين لك شيء على الطريق تاخذوا منك
شيء. ايه ما مأمنين لك شيء على الطريق، مش مأمنين لك طريق. ما هيدي مش هناك ناقص مفتوح في محل عبر الروف قبل عم تعمل عبر الروف في محل, اذا انت منك عم تمشي على على الرصيف في بتاخذ مو في رصيف في رصيف بنقطع فجاه مثلا هلا شو بعمل بوقف برجع. طيب بدي اشكركم، بدنا نتابع مشاهدينا معكم ورح ينضموا ايضا لنا ضيوف ده كمان من ون لبنان من هيدي العائله الحلوه اللي تجمعنا جميعا ان شاء الله. فاصل ونعود.